اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف. زي ما شفتوا ارقام، احنا عندنا النهارده قضيه هنناقشها وهنتناقش فيها ونعرف. احنا بنتكلم هنا في المحترف على الجزء الفني والجزء التكتيكي وكل ما يخص الدوريات الخمسه الكبرى، لكن في دوريات بعيدا عن الدوريات الخمسه الكبرى في العالم هي اللي بتصدر جزء كبير جدا من المتعه اللي احنا بنشوفها من اللاعبين اللي بينتقلوا من هذه الانديه او من انديه الخارج الخمسه الكبار او الخمسه الدوريات الكبار الى هذه الانديه. قضيه هنناقشها، ليه ده بيحصل؟ ليه اللاعبين الكبار دول ما بيفضلوش في انديتهم وبالتالي بيقوى دوري زي الدوري البلجيكي، الدوري السويسري، الدوري البرتغالي؟ دي قضيه هنناقشها النهارده مع حضراتكم، وعشان نناقشها اكتر معانا عبر زوم من بلجيكا ساشا تابوليري، ده طبعا صحفي كبير في جريده ليكيب الفرنسيه. نتكلم معاه عن هذه القضيه. اولا بنرحب بيك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا لكم. اهلا بيك. وطبعا انت طبعا كصحفي كبير في ليكيب ومتواجد في بلجيكا، عايزين نعرف يمكن خلال العشر سنين اللي فاتوا شفنا الدوري البلجيكي بيحتل المرتبة الرابعة في تصدير اللاعبين إلى الدوريات الكبرى، إذا كان دوري إنجليزي، ألماني، أسباني، إيطالي ولا فرنسي. عايزين نعرف السؤال، ليه؟ هل لضعف المقابل المادي، ضعف العقود في الدوري البلجيكي، أم أنها سياسة أندية في الدوري البلجيكي هي رعاية الموهبة والاستفادة منها بمقابل مادي كبير؟ في الواقع لأكون صريحا معك، نحن توقعنا هذه الخطوة من قبل. لدينا مواهب يجب أن تعطيها الفرصة كإيدن هازارد وكيفن دي بروين وروميلو لوكاكو، فبالتالي كان يجب أن تعطيهم الفرصة ليتألقوا ويظهروا في الكرة الأوروبية، فبالتالي الكرة البلجيكية ستنمو وتتطور وتكون في المستوى التي وصلت إليه، كما رأينا من بعض اللاعبين. ورأينا الآن المنتخب البلجيكي لديه تشكيلة كبيرة وتشكيلة رائعة تستطيع أن تنافس على البطولات الكبرى، تستطيع الآن أن تشكل تشكيلة أفضل فأفضل. وأعتقد أن هذا الأمر هو أمر مهم جدا، كما أفاد هذا الأمر روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي. هو ذهب وعاد مؤخرا للمنتخب البلجيكي وقد رأى بالفعل الاختلاف الذي حدث، يستطيع الآن أن يختار تشكيلة أفضل وتشكيلة أقوى وتستطيع أن تنافس على جميع البطولات. وأعتقد أن الاحترافية التي تتواجد في كل البطولات الدوريات الكبرى قد فادت بالفعل الفريق البلجيكي عن طريق المواهب البلجيكية التي تصدر لهذه الدوريات. صحيح ساشا، يمكن من خلال متابعتي كمان للكرة البلجيكية أنا بتفق معك تماما إن هو ده الصالح المنتخب البلجيكي اللي ظهر بمستويات أكثر من رائعة وعمل جيل رائع من اللاعبين المميزين في جميع المراكز. لكن هو السؤال، هل هي دي السياسة المتبعة للأندية البلجيكية؟ وليه هؤلاء اللاعبين، احنا بنتكلم مصلحة للمنتخب، لكن السؤال اللي عايز أسأله لك من خلال رؤيتك ومن خلال متابعاتك للدوريات اللي بتمد اللعيبة أو بتمد الأندية الكبرى بلاعبين، بالنسبة للعيب الأفريقي أنت شايف أنهي أفضل دوري يبدأ فيه اللعيب الأفريقي أو اللعيب اللي جاي من يعني من الشرق الأوسط أو اللعيب العربي؟ أنت شايف مين أفضل دوري يبدأ بيه للانطلاق إلى الدوريات الأوروبية الكبرى؟ أعتقد أننا نتحدث عن الدوري البلجيكي. الدوري البلجيكي ليس من الدوريات الخمس الكبرى، ولكن هو رابط جيد جدا بين الدوريات الكبرى والدوريات الأخرى، فبالتالي إذا وضعت لعيب في المسار في الدوري البلجيكي أستطيع أنه خلال عام أو عامين يستطيع
تستطيع أن تشتري هذا اللاعب بمبالغ كبيرة. أعتقد أن جميع الأندية يجب أن تفعل ذلك. في أفريقيا نستطيع أن نرى الآن اللاعبين في ستاندرد لياج من تيبي مازيمبي وبعض اللاعبين من هناك تذهب من هنا لمحطات أخرى في أوروبا لأندية أكبر في أوروبا. وكذلك من مصر رأينا لاعبين في أندرلخت. أحمد حسن، هذه الفكرة مهمة جدا وأساسية لتطور الكرة البلجيكية كذلك. أنا أتفق معك ساشا، وأنا يمكن من خلال تجربتي كمان في الدوري البلجيكي كمدير فني كنت موجود هناك، قد إيه المواهب الأفريقية الموجودة وقد إيه إن في سيستم وفي عملية لتطوير اللاعب بشكل كبير جدا بتساعده على انه ينتقل لدوري اقوى. ساشا خليك معانا عشان ناخد كمان راي الناقد الرياضي محسن لملوم معانا. رايك ايه في الجزئيه دي؟ ودايما بنقول ان اللاعب وخاصه اللاعب المصري محتاج لستب، محتاج لخطوه. صحيح. كل اللي خرجوا يعني محمد صلاح والنني تريزيجيه كلهم عن طريق الدوري البلجيكي والدوري السويسري، وانا كمان يمكن كان بدات حياتي الاحترافيه بخطوه في الدوري السويسري. شايف ده ازاي واهميته للاعب المصري؟ لا طبعا دي خطوه صحيحه تماما، عشان هو لما يروح من الدوري المصري او من الدوريات بتاعتنا دي في الشرق الاوسط مره واحده للدوريات الكبرى سواء حتى الالماني او الفرنسي اللي هو اقل من الايطالي والاسباني والانجليزي، هيبقى بالنسبه له زي ما يروحش يعني من الدار للنار زي ما بيقولوا، لازم محطه تدي له يعني تاهيل شويه ان هو يقدر يستوعب لما يروح دوري كبير. كلنا شفنا محمد صلاح لما عمل تاريخ كويس جدا مع بازل السويسري قدر يروح عن طريقه، مش هعتبر محطه تشيلسي محطه مهمه، لكن تفوق مثلا في نادي زي فيرنتينا نجاحه خلاه اتنقل لروما، نجاحه في روما خلاه اتنقل ليفربول، النهارده بقى افضل من افضل لاعبي العالم. كذلك مثلا واحد زي تريزيجيه كان في الدوري مثلا التركي وبعدين اتنقل منه للدوري الانجليزي، بعكس مثلا لما تشوف مثلا رمضان صبحي لما طلع مره واحده على الدوري الانجليزي كان عنده بعض الاخفاقات، كان لازم محطه بيت باي بيت زي ما بيقولوا الانجليزي، يعني لازم بالراحه كده. دي خطوه مهمه جدا، لازم البلجيكا او السويسري او البرتغالي غالي حتى. انا بتفق معاك تماما ساشا. كمان اخر سؤال، انت شايف من خلال متابعتك للدوري البلجيكي هل في مواهب جاهزه يمكن للانتقال للدوري الانجليزي، للدوري الاسباني، للدوري الايطالي؟ تقدر تقول لنا على مستوى اذا كان لعيب على مستوى افريقي او لعيب افارقه موجودين، او انت شايف نجم او اثنين موجود حاليا في الدوري البلجيكي سيلمع نجمه خلال المواسم القادمه؟ من الدوري البلجيكي لدينا لاعبين رائعين يستطيع أن يأخذوا هذه الخطوة. في ستاندر دلياج لدينا بوكادي، ولدينا جاكسون موليكا بالفعل، ولاعبين من المغرب والتماري من بروكسل يستطيع هؤلاء اللاعبين، ولدينا لاعبين رائعين يستطيعون أخذ هذه الخطوة ويتطوروا أكثر وأكثر في المستقبل. ونستطيع أن نقول أن بعض اللاعبين الذين أتوا للدوري البلجيكي منذ أيام، هؤلاء اللاعبين مميزين جدا أيضا. لدينا لاعبين من ليستر سيتي، وهذه مواهب صغيرة في السن لكن مواهب كبيرة جدا مفيدة للدوري البلجيكي. صحيح طبعا ساشا، بنشكرك شكرا جزيلا. الصحفي الشهير بجريدة لكيب كان موجود معنا على شاشة قناة النادي الأهلي.